الله الرحمن الرحيم. احنا نازلين الشارع المصري النهارده نسال على راي الناس في الكوره بتاعتنا. ممكن نتعرف بيك يا حاج؟ نتعرف باسمك؟ خلف كرم ابو عمر. كرم ابو عمر. طب احنا عاملين قناه اسمها حسن علي فراج، بتعمل كوميديا وكده وبتطلع على النت والتليفونات، وان شاء الله قريب على التلفزيونات ان شاء الله. تمام تمام عاوزين نقول ايه رايك يعني في القناه بتاعتنا؟ عاوزين جاتنا في الواد ده ليه يعني؟ واد مين؟ الواد ده ابن خلف ده بتاع الطار. انت شفته؟ شفت القناه بتاعتنا؟ طب انت متحرج له ليه يعني؟ يعني طب وليه نزلت جات لي يعني؟ هو دوره كان كده في الكوميديا بتاعته. انا بص بالاسلوب ده. هو انت رايك يعني كده؟ هو كان دوره كده يعني، المخرج كان جاي له دوره كده. لا لا لا. طب ايه رايك؟ ايه رايك نستمر في الفيديوهات بتاعتنا؟ نستمر يعني؟ نكمل على طول. نكمل على طول يعني؟ اوعى ومعانا واحد جاي من الشوب، ممكن نسأل حضرتك اسمك ايه؟ مالك امال اسمي؟ احنا عايزين نعمل حضرتك بس انت ما تعرفش اسمي يا ابوي. ليه يا عم؟ والله العظيم لو قعدت علي اضربك بالطوريه خبريه يا اخي. ولسه مكملين معاكم في الشارع المصري ونسأل حضرتك اسم حضرتك؟ اسمي محمد عبد العزيز. طب احنا عاملين قناه استاذ محمد اسمها حسن علي، وعاوزين نسال ارائك فيها يعني. لا قناه جميله وحلوه وفيها حاجات يعني اما نستفيد منها والله، وكوميديا برضو فيها وتلاقي فيها حاجات يعني احنا برضو حابين القناه والله. بسم الله ما شاء الله عليكم يعني، ربنا يفتحها معاكم. اللهم امين يا رب. اللهم امين. مع اخوك الثاني؟ هذا اخويا الكبير جمال. نسأل الحاج جمال على القناة بتاعتنا ايه رأيك فيها؟ قناة حلوة ومفيدة ومسلية الناس، واخد بالك؟ واعجاب اعجاب ناس كثيرة عليها والله. والله 100 100. لا قناة حلوة والناس كلها مشتركة بإذن الله، واخد بالك؟ ويا ريت تذيع حاجات ثانية أكثر. وطبعا داخلين على الناس الصعيدة الأصيلة، داخلين على الزرع الجميل وهنسألهم إن شاء الله كده ربنا يوفقهم. السلام عليكم يا حاج. وبركاته يا ابني. معاك مصطفى فتحي كده من قناة حسن علي، من حسن فراج كده الكوميديا. دي بتاعي يا ابني. بتنشر كوميديا كده يا حاج؟ يعني ايه كوميديا؟ حاجات تضحك الناس، حياة الناس. ممكن اقعد يا حاج؟ لا. طب ماشي يا حاج. انت مذيع بارد. ده بعض يا حاج، رجلي وجعتني بس مني. هي بتذيع ام كلثوم بعد العصر وعبد الحليم محفوظ وعبد الوهاب وسيد ابو لغز. ايه يا حاج انت منين يا حاج؟ مين سيد محفوظ ده؟ مين هو عبد الحليم محفوظ؟ اسمه عبد الحليم حافظ يا حاج. كله حافظه يا ابني. ماشي يا حاج. حاضر يا ابني. حاضر يا ابني. عاوزين ناخد رايك يا حاج. في ايه؟ في القناه بتاعتنا. قناه كويسه وبتذيع. هي قناه ايه؟ قناه الجزيره يا حاج. القناه بتاعتنا بتاع حسن فراج يا حاج اللي سائل لك عليها. قناه ايه؟ قناه حسن علي فراج. كويسة وزي حاجات كويسة. هي بتاع ايه؟ قناة ايه يا ابني؟ قناة حسن فراج يا حاج. بتاع ايه دي؟ يا حاج ما تخليش الغاب عليك يا حاج. يا عم تتغاب على بيت ام دينا. خلاص يا حاج. انا اللي جابني انا ده. طب ممكن ناخد رأي الاخ اللي قاعد جنبيك؟ ده ما يفتحش حنه، ده ماله هو ده اللي رأي. هو ده ليه؟ رأي. ليه ناخد رأي يا حاج؟ مالوش رأي يتكلم. انت فكت ليه يا حاج؟ ناخد رأي يا حاج. ده خدام عنده مالوش رأي. انت كل شويه خدام خدام. استنى يا حاج. طب اديه ده مضايقني من بدري. اديه.